مع توجهات الحكومة والسلطة العليا في البلاد في إطار الشمول المالي واستقطاب أكثر مجموع من الزبائن الذين يريدون يعني وضع أموالهم في مصف الصرافة الإسلامية. وقد كان البنك الوطني الجزائري سباقا في فتح وكالات متخصصة، وهذا في إطار استراتيجيتنا ومزاولة استراتيجيتنا التوسعية في هذا المجال. اليوم لدينا 7 وكالات متخصصة، ونستبق إلى نهاية الثلاثي السداسي الأول يعني من سنة 2023 إلى الوصول إلى 10 وكالات، وإن شاء الله قبل نهاية السنة نكون في إطار 12 إلى 14 وكالة متخصصة إن شاء الله. دونك أولا يجب الإشارة بأن الصرافة الإسلامية تسمح باستقطاب عدد أكثر من الزبائن، وتسمح أيضا باستقطاب الكتلة النقدية المتواجدة في السوق الموازية، وهذا يدل على توسع المنتوجات البنكية في إطار تجديد منظومة الصرافة أو النظام المصرفي الجزائري الذي يتوسع ويتجدد من خلال الابتكارات، من بينها الأدوات الجديدة في إطار دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال توسعه على مستوى مجالات أخرى من التمويل كالتمويل الإسلامي كباب من باب من أبواب يعني النجاعة الاقتصادية، ويسير أيضا بعض الدول التي لديها تجارب ناجحة في هذا المجال. أما بالنسبة إلى مجموعة البطاقات البنكية الدولية فهي تختلف من كل باختلاف مهامها وباختلاف أسقفها وباختلاف استعمالاتها، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك مقارنة بينية ما بين هذه البطاقات. ولكن هل تضمن نسبة الخدمات التي تضمنها بخارج؟ بطبيعة الحال، لأن هذه الجزائر أو البنوك الجزائرية لديها علاقات دولية قوية مع فروع هذه البنوك، وتقدم نفس الخدمات التي تقدمها في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الخدمات المتعلقة بالبطاقات البنكية الدولية.